حقيقة في مشهد مهم جدا بنتابعه بقالنا أيام قليلة، وحقيقة هو له الكثير من الدلالات بيأكد بشكل كبير دور الإعلام المصري فيما يتعلق بالقضايا اللي بتمسنا بشكل خاص واللي بيحصل في قطاع غزة. الحقيقة منذ اللحظات الأولى كان في تغطية لكل الأحداث لحظة بلحظة، إذا كنا هنا من أكسترا نيوز أو حتى القنوات المصرية الأخرى بشكل مشرف جدا. التلفزيون المصري الحقيقة عامل من هناك لقطة ومشهد ومشاهد الحقيقة عديدة ولقاءات شرف، يعني الحقيقة تغطية على مستوى عالي جدا، تغطية محترمة جدا. أكيد يعني ده جزء، أو دايما الإعلام المصري لما يكون في قضية هامة زي دي بنفخر وبنتشرف كلنا بشغل بعض، وزي ما في كاميرا لأكسترا نيوز وزمايلنا هناك كمان زمايلنا من التلفزيون المصري هناك بيقودوا تغطية زي ما قلت لحضراتكم محترمة ومشرفة من على أرض الواقع. بعدين الصورة فعلا بألف كلمة، يعني الصورة لوحدها مهمة جدا جدا. خلونا نتكلم أكتر عن المشهد العظيم اللي بنتابعه دلوقتي من التلفزيون المصري والتغطية الخاصة الهيلة من قطاع غزة. معنا عبر الهاتف أستاذ محمد المعتصم، رئيس تحرير برنامج صباح الخير يا مصر. يا أستاذ معتصم أهلا بيك. أهلا يا أستاذ لما، صباح مساء الخير عليكي وعلى كل المشاهدين. تعود طبعا على صباح الخير. لا وإحنا بقالنا ثلاث أيام بالفعل ما بننامش يعني. طبعا بنحييكم الاول، وطبعا كل الفريق من صباح الخير يا مصر على الشغل اللي بيحصل هناك وعلى التغطيه الخاصه وعلى الصوره الهائله الحقيقه من هناك. هو انا بس قبل ما نحيي صباح الخير او نحيي الاعلام المصري، احنا لازم نحيي الدوله. اللي احنا شفناه كان مجهود دوله، مجهود دوله اتحركت بكل قوه. المجهود ده بان على الارض، الناس هنا عندها حاله من الفخر في مصر، عندها حالة حب شديدة. احنا اي مكان بنروح فيه ومجرد ما يسمعونا مصري اعلان، اولا كمصري هم بيرحبوا بينا بشدة جدا، مش بيرحبوا بينا كاشخاص لكن بيرحبوا بمصر نفسها. يعني احنا انت مش متخيلة درجة الفرحة الشديدة اللي الناس هنا عايشينها بالدور اللي قامت بيه الدولة المصرية، بداية من وقت العدوان، ثم مبادرة إعادة الإعمار وال 500 مليون دولار، ثم دخول المعدات. لحظة دخول المعدات المصرية كانت فارقة. الحقيقة إنه كاميرا أكسترا نيوز نقلت اللحظات دي يا أستاذ معتصم، وعملت لقاءات مع ناس ولمسنا من الأيام الأولى الحقيقة حب أهالي غزة للمصريين. وطبعا يعني دول إخواتنا. الحاجة الأهم يا لما إن إحنا عندنا جيل جديد. أنا شفت بعيني أطفال يعني بيعشقوا مصر. طب هم شافوا ايه الاطفال الصغيرين من مصر؟ الاطفال اللي خرجوا رافعين علم مصر وبيتكلموا. احنا عرضنا النهارده تقرير من الاطفال دي اللي هم بيتكلموا عن حب لمصر او بيوجهوا رسائل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مليء بالمحبه والفخر، وبيطلبوا منه ان هو يعني بعض نكمل في اعاده الاعمار. والشباب يعني فئه، احنا عندنا جيلين دلوقتي، عندنا الاطفال اللي طالعين والشباب. ولا ناس في لحظة فارقة بالفعل. دي ما كانتش يعني مش موضوع الإعلام. إحنا بعد الحلقة أنت لا تتخيلي، إحنا بمجرد ما قلنا شكرا كان أكثر من 400 شخص موجود في مكان التصوير يعني بيتفرجوا علينا من هدوء. مجرد ما قلنا شكرا، شكرا يا أساتذة، هي الجملة اللي بننهي بيها البرنامج. تصفيق حاد. أنا أول مرة أشوف مشهد تصفيق حاد. احنا مش عارف ما يعني ما كناش عارفين نتحرك من كتر الناس اللي جايه بتقول لنا شكرا. هم زي ما قلت لك هم مش بيشكروا صباح الخير يا مصر، هم بيشكروا الدوله المصريه. ده حقيقي. وبعدين احنا كلنا بنحسدكم جدا يا استاذ محمد على وجودكم هناك وعلى المشهد اللي بتنقلوه للمصريين من هناك. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد معتصم، رئيس تحرير برنامج صباح الخير يا مصر. تحياتي لكل الكرو وفريق العمل صباح الخير يا مصر، طبعا زمايلي شاذلي وهدير، والشغل الهايل الانساني المهني اللي بيحصل من قطاع غزه.